طبعا اليوم احنا نبين لكم كيف تميز العطر جودة عالية، كيف تميز العطر اللي جودته عالية. طبعا الحمد لله نحن في الذوق الرفيع دائما نقدم شيء كواليتي، هاي كواليتي. الحمد لله صارنا اكثر من 10 سنوات موجودين في السوق ونقدم منتجات جدا جميلة. طبعا دائما العطر لما يكون جودته عالية تبخ العطر نفسه وتحطه على طول في انفك استنشق. شوف في بعض العطور لو حطيتها كذا بس ثانية طح على طول، تحس حرقان بالجيوب الأنفية. احنا الحمد لله رش من أي عطر من عطوراتنا ما بتحس بهالشيء. طبعا من غير في أشياء عوامل كثيرة، كيف الفلتر العطر، كيف تعتيق العطر، كيف يخزن العطر، في برودة تكمل تخزينه، هذه كلها عوامل تخلي تطلع لك جودة العطر ممتازة. طيب انا كيف اعرف ان هذا جودة عالية ولا منخفضة؟ انا خبرتك الحين، اول ما تبخ العطر وتحطه شم على طول تشوف، تحس انت تاخذ ريحة نقية، العطر نقي. ليش؟ تعتق وتفلتر ويعني جودته جدا ممتازة، الكحول الخام العطري، هذه كلها عوامل تخلي العطر جودته ممتازة. يعني اذا شميته ما هذا جيوب الانفيه هذا كويس، هذا ممتاز. طيب في سبب ثاني؟ والله في خبرتك انا الاشياء الثانيه اللي هي خام العطر، البخه طبعا ما بالضروره تكون البخه هي لها دور اساسي. في بخات عطر يعني قويه وفي بخات عاديه، احيانا في بعض الشركات تحط تركيز عالي فتحط تحصل العطر ثباته كثير عالي بس انه جوده، في لانه احنا العطر هرمي كل ما برد كل ما عطاك ريحة أحلى، ما يحطك نفس الخط. يعني أول ما تبخ العطر تشم تجي بعد ساعة تشم نفس الريحة، لا هذا لا، يعطيك مثلا طبقة العود بعدين طبقة الزعفران بعدين طبقة الورد كذا. هذا العطر الهرمي، العطر الهرمي، هذا العطر الهرمي. وفي تصنيف ثاني غير العطر الهرمي اللي هو الطبقات، هي نفسها طبقات العليا والقاعدة والسفلة كذا، الوسط والسفلة. هذه تركيبة العطور، هذه تركيبة العطور هي كامل، النوتات تعطيك كل مرة رائحة. يعني ينتظروا لين يبرد وبعدين أيوة. يميز. اي كثير الناس طبعا دائما تحب انها تشم من اول شيء، في ناس لا يقول لك بحط العطر لحد ما يبرد وبشم ريحته. ايه افضل؟ طبعا دائما الافضل انك تحط العطر تخليه يبرد، بس في بعض الناس في عطور من اول شمه خلاص هو العطر اللي انا ابيه، فهي خلاص اقول لك هو هذا. بس اكثر الناس اللي فاهمه في العطور لا بيقول لك بفتر بشم العطر برجع لك. طيب انت كم لك سنه خبير بالعطور؟ انا الحمد لله صار لي شغال في العطور اكثر من 13 سنه. طبعا تجربه مو دراسه. الحمد لله دائما الشيء التكرار يولد المعرفه، وهذه المعرفه تعطيك خبره. تعطيك خبره. اي نعم. طيب وش تنصح الزبون اول ما يجي بيختار عطر كيف وش تنصح؟ طبعا دائما العميل يختلف، في عميل يختار نوتات معينه هو يحبها، وفي عميل يقول لك وين البست سيلر اللي معكم، فهذا عميل مختلف وهذا عميل مختلف. العميل اللي يبغى التوب سيلر نعطيه على طول هذا الاكثر مبيعا، والعميل المميز اللي يبغى نوتات معينه نعطيه الشيء اللي يبغاه هو. يعني في ناس تحب العود وفي ناس لا تحب اشياء الفريش مثل البرقموت والعنب الياسمين، عندك الاناناس، عندك الجريب فروت، هذه اشياء كلها فريش، النعناع، هذه حاجات فريش، فيحب الشخص يحب يقول لك انا احب فريش. وفي ناس لا تحب الفانيلا، تحب الشوكليت، تحب الكاكاو، وهذه خط ثاني. وفي ناس تحب العود والعنبر والباتشولي، هذا روائح ثقيله، فكل حد يحب خط ثاني، احنا نوجهه وين يحب. طيب انت اول ما تنصح الزبون بيشتري عطر ايش تقول؟ يعني احنا دائما الزبون لما هو يبدي من معنا يقول لك وين البست سيلر، احنا نوريه البست سيلر دائما، يقول لك والله ما عجبني. اتكلم عن انا كزبون. ايوه انت تنصحه قبل لا يشتري العطر ايش؟ انا اول شيء اساله ايش تحب انت، مثل ايش ما تحب تاكل تحب تتعطر، عرفت؟ فانا اساله ايش تحب عطور، اذا كان الشخص يعني يفهم في المكونات او يحب الاشياء المعينه هو كلمني عنها على طول، انا اتوجه للاشياء اللي هو يحبها، اطلع له الاشياء النوتات اللي يحبها. في بعض الناس لا والله يقول لك انا ما احب كذا كذا، بس لما توريه ويشم يقول اول والله العطر حلو فيجوز له. طيب انت تقنعه كيف تقنع الزبون؟
طبعا العميل احيانا ما محتاج اشياء تقنعه، بس ان انا اوثق له انه هذا المنتج جودته عاليه جدا زين، اكبر دليل انه هو يقرب العطر ويستكشفه بنفسه. انا ما احب ابيع له اياه واخذ فلوس وخلاص، لا، انا احب العميل يكون مستمر معي، ياخذ من عندي جوده ممتازه ويروح ويرجع يشتري لي، يشتري مره ثانيه من معي. احيانا يجيب لي عميل لانه العطر نفسه اذا جودته ممتازه وفوحان وثبات، اليوم انت تتعطر بعطر بيشم صاحبك، بيشم زميلك، بيشم حد مثلا في المسجد تصلي جنبه بيسالك بقول لك ايش عطرك، هذا دليل انه العطر فخم وجالس يعطي اداء جدا ممتاز. طيب الحراره العاليه تاثر على العطر؟ الحراره العاليه تاثر على العطر بالفعل. احنا بالخليج درجه حراره عاليه يعني ما حطوا، شوف في بعضهم يحفظوا بالثلاجه. والله العطر من اساسه يكون مفلتر ومخزن في تبريد، اذا كان تبريد يعني مر بعوامل صحيحه. نحن عطورنا لما تتصنع تدخل تبريد 10 تحت صفر بعد ما تتخلط. ايش اللي هذا الميزه؟ هذه تكسر الجزيئات العطريه مع الكحل، فتخلي الجزيئات العطريه مع الكحل تعطي رائحه فخمه، تعطي فوحان في العطر. هذه شيء اذا كان العطر هذه ما مر عليها وحطه هو في الثلاجه مستفيد منه انه هو يظل في الثلاجه، بس انه بعد ما تفلتر وتبرد ما يحتاج انه يحط في الثلاجه، في غرفه عاديه عادي. اما اذا في الحراره في السياره هذا طبيعي، الحراره تخرب كل شيء مو ملا بس العطر. نعم. طيب ارجع اقول لك انت مود الزبون، انا اجيك اول مره قدامي هات العطورات، شوف انا اول ما هو عندك مو عند نعم عند اي محل، وش تنصح اول شيء؟ لازم انا اسالك كعميل، اسالك انت ايش تحب، هذا اهم سؤال بالنسبه لنا، ايش تحب تكون العطر، ايش تكون مكوناته، على طول انا اتوجه للمكونات اللي انت تحبها، ما اوريك اي شيء. ليش؟ لان انا ما احب انك تشم عطر ويخلي يخرب العطور الثانيه اللي تشمها انت، يعني يمكن ما يجوز لك ويخرب خلاص. يمكن تحس تشم معك، في ناس قلوب عندها يعني ما تحب تشم حساسيه، فاحيانا تكون عطور ثقيله فيها عنبر فيها دهن عود، فيكون ثقيل اول ما تحطه في تشم ما تستوعب تشم العطور الثانيه اللي هي الفريش. فدائما نسال العميل ايش المكونات اللي يحبها ونطلع له العطور اللي يحبها. طيب انت تكلمت من شوي تقول احنا ندخل العطر 10 تحت الصفر، نعم يعني هذا تجميد. العطر لما يدخل مع الكحل ما يتجمد نهائيا، يعني هذه معلومه ان العطر ما يتجمد. انا اليوم اثبت لك، شوف خذ عطر وحطه في الفريزر اللي هي درجة التبريد مالها تحت صفر وشوف العطر هل يتجمد ولا لا. العطر ما يتجمد. ما يتجمد. اي نعم. وهذا اذا تجمد فما هو عطر. لا ما يتجمد. دام في كحل ما يتجمد نهائيا.